وعايزه اقول ان الحفله دي في الحقيقه لقت اقبال كبير قوي من الجمهور، وده بسبب انه الرائع الموسيقار بليغ حمدي قدم لنا العديد من الاعمال الفنيه الجميله اللي عاشت في وجدان المصريين من يعني بنتكلم من امتى، يعني من السبعينات وحتى قبل كده. عايزه اقول لكم كمان انه الراحل الموسيقار بليغ حمدي اللي قدمه اصلا، انا يعني وانا بشوف اكتر عن الموضوع، الفنان محمد فوزي قدمه الاول لام كلثوم، وابتدوا ان هم او ابتدى بعد كده ان هو يلحن لها اغاني، ومن اكتر الاغاني القريبه على قلبه هي سيره الحب، حتى بيقولوا هو على فراش الموت جاب العود بتاعه وقعد يدندن سيره الحب. في الحقيقه هو مش بس يعني أبدع لأم كلثوم لكوكب الشرق، لكن في الحقيقة هو أبدع للعديد من المغنيين اللي عملوا أغاني في الحقيقة عاشت في وجداننا لغاية النهاردة. محدش فينا يقدر ينسى طبعا علاقته الجميلة بالفنانة وردة. خلونا دلوقتي نرجع مرة تانية، يعني أو هنروح دلوقتي لموضوع تاني، ولا معانا دلوقتي أستاذ حسام؟ أستاذ تامر حسام أكيد هنرجع له تاني بعد شوية عشان نعرف بقى تفاصيل أكتر عن حياة بليغ حمدي كانت عاملة إزاي، والعيلة كده ذكرياتهم معاه عاملة إزاي. لكن خلينا نروح لموضوع تاني، لسه مستمرين في أغاني الزمن الجميل، لكن نروح لأغاني العندليب عبد الحليم حافظ، حيث تشارك ثلاث فرق في عمل مشترك لأول مرة بمهرجان العالمين، وهي فرقة بورسعيد والحرية والسامر للفنون الشعبية في أوبرات قاضي البلاج أو قاضي البلاج للعندليب عبد الحليم حافظ. خلونا دلوقتي معانا أستاذ محمد حسن صالح، مصمم ومدرب فرقة بورسعيد للفنون الشعبية. يا مساء الفل عليك. يا مساء الجمال عليكم وعلى بلدنا الجميلة والعالمين الجميلة والفرحة اللي احنا بنشوفها في عيون الناس. متخيلة معاك دق الشماسي طبعا، صح؟ اه طبعا. صح؟ اه طبعا. احنا الحمد لله رب العالمين، أستاذ تامر عبد المنعم فكر بتفكير خارج الصندوق العادي لتقديم العروض الفنية، ونجح في تقديم فكرة لحياة الفنان الراحل الكبير عبد الحليم حافظ من خلال فرق الفنون الشعبية وفرقة السامرة المسرحية. يعني النهاردة احنا بنتفرج على فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بشكل جديد جدا، وفرقة الحرية للفنون الشعبية بتقديم استعراضات تقدم لأول مرة على الأغاني دي. يعني مثلا استعراض جنى الهوى جنى، تمام؟ واستعراض يا خلي القلب، واستعراض انا لك على طول، واستعراض علشان احنا مع بعضينا، واستعراض دق الشماسي، لان يعني دق الشماسي اتعمل في الفيلم طبعا زي ما احنا عارفين واتفرجنا عليه كلنا، ابي فوق الشجره. احنا النهارده بنقدمه بشكل جديد خالص عن اللي اتقدم في الفيلم. ازاي بقى؟ يعني خلي بالك لما بيبقى في حاجه موجوده غصب عنك بتتأثر بيها، ازاي قدرت تبعد عن الدق الشماسي او السينما كليب يعني اللي احنا شفناه من دق الشماسي وعملت انت حاجه مختلفه؟ تمام. احنا انا بيشاركني في التصميم الاستعراضات اخويا الكبير طبعا وكابتن فرقه الحريه وقائد فرقه الحريه كابتن نصر الدين محمد. احنا اتفقنا الاول بعد ما اتفرجنا على الاستعراض اللي تم في الفيلم ان احنا نقدم شكل مختلف خالص بشكل مسرحي، لان اللي اتقدم في الفيلم طبعا شكل سينمائي وبكاميرات وبتقنيات تانية، لكن احنا قدمناه بشكل مسرحي وبحوار مسرحي ما بين الراقصين والبطل اللي هو عبد الحليم حافظ. يعني احنا عندنا الفنان محمود عزازي بيقدم شخصية عبد الحليم حافظ، طبعا حاجة مبهرة جدا وهتبقى مفاجأة للناس كلها. اتعاملنا مع الموضوع بدراما مسرحية طبعا. دي رؤية المخرج اللي وصلها لنا الأستاذ تامر عبد المنعم، له كل الشكر وله كل التقدير ان احنا نظهر بالشكل ده. طيب احكي لي اكتر بقى عن دايما عشان العمل يبقى متكامل لازم يبقى فيه ازياء معينه. طبعا البروفات الحاجات دي كلها، احكي لي على التفاصيل والكواليس دي. احنا اولا قدمنا عرض قاضي البلاج ده من فتره، من حوالي شهرين او ثلاث شهور، وتم اذاعته على قناه الحياه.
طبعا احنا معانا الباشمهندسة رنا مصممة الازياء اللي قدمت شكل يعني حاولنا نقرب من الزمن اللي تقدم فيه الاغاني دي من ناحية الازياء، وده شيء مهم جدا معانا، مهم وصعب انك تلاقي ده دلوقتي كمان. لا ما هو بقى في تفصيل بقى وفي وقت بالظبط، كنت هسألك انه اكيد هي لجأت للتفصيل. كل الملابس دي تم تفصيلها من المهندسة رنا وبألوان الزمن اللي كان موجود فيه الأغاني والفيلم اللي تقدم. باشمهندس محمد جابر مصمم الديكور المحترم، طبعا احنا دلوقتي في تقنيات أعلى في الديكور، فاحنا باستخدام الشاشات ان احنا نحول المسرح لشط، وان احنا نحول المسرح مثلا في الاغنيه جانا الهوى جانا، اتعملت جانا الهوى جانا دي اتعملت في لبنان ما اتعملتش في مصر، فان احنا نقدم في الشاشات الشكل اللي كان بيتقدم فيه الاغنيه للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ده كان شيء متعب في البروفات، ان احنا كراقصين بقى شباب وبنات بنقدم الشكل المصري والاستعراض بشكل مصري، لان عبد الحليم حافظ ده بتاعنا احنا مش بتاع حد تاني. ايوه تمام. طيب البروفات واستعداداتكم عامله ازاي؟ مستعدين للعالمين ولا لا؟ طبعا طبعا احنا حاليا في مسرح ثقافه الانفوشي في اسكندريه بنعمل بروفات عشان العرض بكره، وجايين بكره من الصبح بدري جدا هنركب الديكور والميديا بتاعتنا اللي هتركب على الشاشات، وهيتعمل بروفات لان طبعا المسرح المكشوف غير المسرح العلبه الايطالي المقفوله اللي احنا قدمنا عليها العرض، والاول مره هنعرضه على مسرح مكشوف للجمهور، فطبعا ده ليه استعدادات ثانيه اخرى، وان شاء الله ان شاء الله هنقدم حاجه تليق بالعالمين وتليق بالشكل المرئي على مستوى العالم لما يقدم في مهرجان العالمين. احنا متحمسين قوي لحفله بكره ان شاء الله، واكيد هتكسروا الدنيا. استاذ محمد حسن صالح مصمم ومدرب فرقه بورسعيد للفنون الشعبيه.